السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على استخدام البيم في الانتريور ديزاين أو التصميم الداخلي اللي هو توزيع العناصر داخل الفراغات، بحيث إن الإنسان يبقى قاعد ومستريح ومفيش صعوبة في الحركة وحاجات زي كده، وفي تناسق بين العناصر. فهو في علم وفن في الموضوع، مش مجرد سوفت وير. فالبرنامج البيم هو مجرد حاجة هتساعدك في الموضوع دوت، او اداة هتساعدك في الحاجة دي. بس قبل ما نخش في موضوع البيم، خلينا نشوف ايه البرامج التانية اللي بتعمل نفس الموضوع الانتريور ديزاين دوت. من اشهر الحاجات عندنا مثلا السكتش اب، ومن البرامج القوية جدا في موضوع الانتريور ديزاين، ناس كتير بتعتمد عليه بشكل قوي جدا. هو بيمتاز بان عنده مكتبة ضخمة، فاللي هي 3D Warehouse، بتقدر تعمل سيرش بتلاقي العناصر اللي انت محتاجها. يعني لو انت عايز كرسي، عايز اي حاجة، بتعمل سيرش عليها بتلاقي منها كمية كبيرة جدا، فتقدر ان انت تلاقي الحاجة اللي انت عايزها بسهولة. وفعلا في ناس كتير عاملة مشاريع مبهرة جدا بالبرنامج دوت، لان هو في ميزة اللي هو السهولة بتاعته والمكتبة بتاعته والماتيريال بتاعته معمولة بشكل قوي جدا. فهو من البرامج المشهورة جدا في موضوع الانتريور ديزاين. طبعا الادوات كلها ما بتقنيش عن فكر الراجل اللي بيصمم، يعني الاداة نفسها مش هي الاساس، الاساس هو الفكر والحاجات دي كلها. يعني في واحد من كام يوم بيقول لي صمم الحاجة ديت، ومستغرب ان الواحد مثلا بيطلب فلوس ليه يا عم، ده شوية بلوكات بتحطها خلاص يا عم، خد البلوكات هو الموقع، هو خد البرنامج وصمم، او يا عم هقعد معاك وقول لي حط دي وحط دي وحط دي واللي انت عايزه هحطه، بس هيطلع في الاخر شكله سيء جدا. انت شاري عناصر غالية جدا، فلازم يعني حد يكون محترف يبدأ يصمم لك الحاجات ويخلي فيه بينها تناسق، ويخلي فيه راحة للعين، ويخلي فيه اللي المستخدم نفسه يبقى مستريح. ممكن عناصر بسيطة جدا بتأثر على شعور الناس اللي موجودين في المكان. طيب من ضمن البرامج التانية برضو الاوتوكاد، خلينا نفتحه. في ناس بتطلع فعلا بيه شغل قوي جدا الاوتوكاد، وتطلع 2D و3D ومستر الاوتوكاد. طبعا ان عن السكتش اب ان انت تقدر تاخد مقاييس بشكل احترافي اكتر، لان هو برنامج متخصص في الحاجات الهندسية. كل برنامج ليه ميزة وليه عيب يعني، تمام. وما بقولش ان انت تسيب البرنامج تشغل بيه، انت بس بتعرف ايه الحاجات الاخرى دي بتفيدك. فالاوتوكاد ناس كتير حتى الان شغالين بيه، حتى شركه اوتوديسك مبيعاتها من الاوتوكاد حتى الان اكتر من الريفت، وده في دول زي امريكا ودول زي اوروبا والحاجات دي كلها، الناس متعوده عليه والناس شغاله بيه بشكل قوي جدا، وبيطلعوا بيه شغل ممتاز. طيب من البرامج برضو التانية 3D Max، ده العملاق، وده يعني اي حاجة بتحب تعملها بيعملها بشكل قوي جدا ال 3D Max. طبعا العملاق اللي جواه في الرندر اللي هو ال V-Ray بقوي جدا في موضوع ال V-Ray، فبيطلع حاجة بشكل احترافي وشكل ممتاز جدا يعني. فانت زي ما شايف فيه برامج قوية جدا موجودة في السوق. من برضو البرامج الحلوة جدا والسهلة جدا اللي تستمتع بيه وتقدر تعتبرها زي طفلة، يعني لعبة أطفال، ممكن تخلي الأطفال يشتغل عليه، موضوع اللي هو السويت هوم 3D. سهل جدا إن أنت تقعد تقول له أنا عايز أرسم حوايط، وتبدأ ترسم الحاجة زي ما شفت بترسم في 2D بتظهر معاك في 3D بشكل سهل جدا هوت، وتبدأ بقى تشوف إيه العناصر اللي أنت عايز تحطها، مجرد تسحب تبدأ تظهر معاك هوت. تقدر تعمل سيلكت عليها تكبر لو انت حابب بالشكل دوت، تقدر تحط مثلا كل العناصر اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجودة، وتقدر تتحكم فيها. الكورس هوت شير، اي حاجه بتعملها بيبدا يرسلهالك هنا، وتقدر ترسم حاجات ممتازه جدا. فهو من ضمن البرامج اللي الناس فعلا بتعمل بيها انتيريو ديزاين
بفلوس، مش هواية أو مش حاجة بسيطة، لا في ناس متخصصة في إنها تعمل حاجات احترافية ببرنامج السويت هوم 3D. هتلاقي هنا في إمكانيات كتيرة جدا إن أنت ترسم حاجة بمقاييس مظبوطة، تمام، وبكل التفاصيل اللي أنت عايزها، بالماتيريال، بكل حاجة أنت عايزها. طبعا مش صغير يعني، تمام. تقدر تعمل امبورت للماتيريال، لو الماتيريال حاسس ان في حاجة انت عايزها مش موجودة، تقدر تختار الحاجة اللي انت محتاجها. فده برضو من ضمن البرامج القوية اللي ممكن الناس تشتغل بيه واعملها شغل كويس جدا. طيب من البرامج برضو الاحترافية اللي هو لايف هوم 3D. البرنامج ده سهل جدا في الاستخدام يعني بشكل رائع. ممكن تقول مثلا عايز اشوف هنا ال 2D فيوريك ال 2D بتاعك اهوت، تقول انا عايز اروح في ال 3D يوريك ال 3D، وسهل جدا في ان انت تقدر تشوف الحاجة من جميع الاتجاهات. سهل جدا تعمل دراج اند دروب للعناصر اللي انت عايزها، تمام. خلينا مثلا في ال 2D مثلا، تقدر تقول انا عايز الباب دوت، تسحب الباب وتحطه بالشكل دوت، تعمل سيلكت بعد كده على الباب، تقدر تصغر وكبر الباب زي ما انت عايز بسهولة جدا. ممكن تقول له انا عايز مثلا اعمل روم، فبيديك امكانية ان انت تعمل روم مرة واحدة، تمام. ممكن تقول له انا عايز مثلا، هنا هتلاقي حاجات مثلا خصائص للعناصر اللي انت عايزها، الماتيريال، الحاجات الخاصة ممكن تاخد صور وتشوف الصور. هنا مثلا الفرونت من كذا، خلينا نبقى موجود في 3D عشان تبان اكتر اهو، من التوب مثلا اهو. ممكن نتيجة تقول له انا عايز مثلا هنا لو انت عايز تفتح ملف جديد، هنا ممكن تقول له انا عايز مثلا فينس، عايز جيت، عايز اوبننج، عايز تير، عايز حاجة خاصة بالباثروم. يبدأ يجيب لك مكتبة، كل اللي انت عليك تعمل دراج اند دروب وتبدأ تحط الحاجة بالشكل دوت. تقدر تتحكم في المقاس بتاعها زي ما انت عايز. فبرنامج بيديك حاجات سهلة جدا في الاستخدام وقوية في نفس الوقت. أي حاجة انت عايز تقدر تسحبها وتحطها. ففيها مكتبة قوية جدا فاز هيت، تقدر تتحكم في المكان اللي واقف فيه انت بالكاميرا، تطلع فوق تنزل تحت تشوف المنظر من اكتر من اتجاه وهكذا. وتقدر تستخدم الادوات دي في ان انت تشوف الحاجة من تقرب تبعد زي ما انت عايز. دلوقتي هنشوف برنامج اسمه 3D Home Planner. برنامج سهل جدا برضه في الاستخدام. تبدأ تختار الشكل اللي انت عايزه او التمبليت، هيبدأ يحمله لك، وبعد كده تبدأ تضيف العناصر اللي انت عايزها للغرفة دي او كده. فهو برنامج سهل وفي نفس الوقت في مكتبة كويسة اهوت. تقدر بمجرد بقى تسحب الحاجة اللي انت عايزها وتحطها، هتلاقي الموضوع سهل وبسيط خالص جدا مع البرنامج دوت، تمام. ادينا شوفنا بعض البرامج القوية جدا في موضوع الانتريو ديزاين. تعال بقى نشوف في مجال البيم هنعمل ايه. عندنا اول حاجة طبعا لازم نتكلم عنها برنامج الاركيكات. ده من البرامج القوية جدا، وهو يعتبر اول برنامج من برامج البيم، ويعني برنامج قوي وبرنامج مشهور جدا، يمكن بس في الوطن العربي ما خدش الدعاية الكافية، بس هو برنامج احترافي وفي حاجات خاصة بتحليل الطاقة، وتقدر تعمل بيه انتريو ديزاين بشكل هايل جدا. برنامج البلندر. برنامج البلندر برنامج اون سورس ومجاني، ونقدر نقارنه بثري دي ماكس وبالمايا. امكانياته اعلى منهم في بعض الحاجات، يعني هو في محرك العاب وفي حاجات خاصه بالفيديو ايديتنج وفي حاجات ممتازه جدا، وفي نفس الوقت هو مجاني، وناس بتعمل بقى افلام كرتون
قوي جدا يعني. ادخل على الجوجل وشوف افلام كرتون، هتلاقي عامل افلام كرتون بشكل خرافي واحترافي قوي جدا، وهم عاملين افلام كرتون دي اوبن سورس، يعني تقدر تحصل على الفيلم اتعمل ازاي وتقدر تعدل فيها وتاخد الشخصيات وتكمل عليها وهكذا. وكمان في ان انت تعمل فيديو ايديتنج، لو ما لقيتهاش هتسال ازاي تقول له فيديو ايديتنج هتلاقي تمام. لكن انت تعمل مثلا موضوع النحت موجود فيه بشكل ممتاز جدا، ففي شوية حاجات جميلة جدا في البرنامج، وبتعمل بيه انترو ديزاين بشكل جميل جدا. تقدر تحول العناصر اللي انت بترسمها للعناصر الموجودة في قلب الشقة، وتعمل بيه شغل قوي جدا. طيب خلينا نخش بقى على برامج البيم. هنلاقي عندنا أول حاجة أركيكاد، هو برنامج تبع شركة جراف سوفت، ويعتبر أول برنامج من برامج البيم، وهو بيطور بشكل قوي جدا وفي كل المزايا اللي ممكن الواحد يتكلم فيها. عيبه بس ان هو مش منتشر، تقريبا شركة او شركتين بس في الوطن العربي اللي شغالة بيه. انا شغلت فترة بالجراف سوفت، هو برنامج خطير، برنامج قوي في بعض المزايا الحلوة جدا، ولازم الواحد يشوف البرامج اللي حواليه. يعني حتى لو انت شغال بشركة بتبدأ تشوف البرامج اللي حواليه، ممكن تلاقي حاجة افضل بتاع وهكذا، يعني تاخد فكرة عن الموضوع. تعال نشوف مثلا صورة كده، حاجة مثلا ايه معمول لها رندر في برنامج الريفت. برنامج الريفت من برامج اوتوديسك، واوتوديسك مش هي اللي عملته، هي اللي اشترته وبدأت تطور فيه. المعلومة دي احنا بنقولها ليه؟ على اساس ساعات بتلاقي بعض المشاكل بين الاوتوكاد والريفت، مشاكل صغيرة وبتتحل، يعني محدش يعتقد انها عائق ولا حاجة، بس بيكون بسبب انها كانت شركة مختلفة، فالموضوع كان خد شوية وقت لحد ما بدأت المشاكل تقل في موضوع الاستيراد وموضوع التصدير. تمام، مش موضوع جمارك بس، موضوع ان انت تصدر للكاد او تستورد للكاد، كان ساعات بيحصل بعض المشاكل، والحمد لله المشاكل دي بتقل واحدة واحدة. طيب بالنسبة لبرنامج مثلا زي برنامج الريفت، لو احنا استخدمناه كانتر ديزاين، فاحنا بنلاقي شوية مزايا حلوة اوي. الا هو ان كل حاجة بترسمها هو بعرف ان دي حائط، ان دي عمود، ان ده مثلا حاجات خاصه بالفرنتشر. طب ده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في حاجات كتيره جدا، منها مثلا موضوع الحصر. يعني انت في الثواني بتلاقي جدول يظهر لك بعدد العناصر اللي موجوده، ما بتخصصش وقت الحصر، لا الجدول موجود واي تعديل بيحصل بيتعدل الجدول اوتوماتيك. ان انت تحل الكلاشات، يعني الكلاشات احنا بنتكلم في الانتر ديزاين. ما انا مش عايز يبقى مثلا في مثلا كرسي او كنبه داخلين مثلا في حيطه وانا مش واخد بالي، انا عايز يساعدني في ان اي مشكله كده يبدا يحلها لي. فبتلاقي البرنامج فاهم. البرامج التانية هو بيرسم كتل، فصعب تقول له اوجد لي تداخل بين الكتل، لان هو مثلا الباب مع الحيطه هو برضه مشكله. تمام، بينما هي اصلا مش مشكله وهكذا. فبتلاقي بعض الامور بتبقى اسهل في الشغل. يعني انا لما احب اعمل انترو ديزاين بروح لبرنامج من برامج البيم، على اساس بيديني قوه بفهم انا عايز ايه. تمام، طيب تعالى ندخل مثلا على حاجه مثلا زي كده، بتلاقي المشروع اهوت، ممكن اقول له مثلا عايزين نرسم حيطه. تمام، لما بتيجي ترسم حيطه بتلاقي بعض الادوات اللي هتساعدك في موضوع خلينا نشوف 3D. طيب انا عايز ابدا احط مثلا اي ماتيريال، هتدخل هنا في الايديت تايب، وخلينا نعمل دوبليكيت على اساس ان التعديل ده ما ياثرش على بقيه المباني. عايز احط له طبقه فينش هنا، اقول له انسرت واختار ان دي فينش، واقول له انسرت تاني، واقول له اختار لي ان دي فينش. الفينش دوت هقول له اب، والفينش هنا هقول له داون. تمام، طيب وهنا هديله مثلا ان دي 1 ودي 1. النملوك 1 1. الرابس دي من الحاجات الحلوة جدا، اللي هي لو انت بترسم حيطة مثلا وفيها اكتر من لير، هيحصل ايه مثلا لما تبدأ مثلا تلف او تحصل تداخل بينها وبين حاجة تانية وهكذا. وهنا بيقول لي لما يكون في انسرت مثلا لباب في وسط الحاجه هنا هنعمل رابس ولا لا، والانت
لما يكون في اخر حاجه خليها مثلا الانتريور ونخليها بوز ونبدا نشوف هيحصل ايه. هقول هنا انا عايز ادخل في الماتيريال، هتلاقي مكتبه ماتيريال قويه جدا وتقدر تعدل. طريقه التعديل ده يخليك توصل ان يعني انت بتعمل حاجات ما لا نهائيه. خليها مثلا نقول له احنا عايزين طبق مثلا وود مثلا او سيراميك او اي حاجه انت عايزها. طب اخترنا مثلا حاجه بالشكل ده، مش مجرد ان انت اخترت شكل وخلاص، لا انت حتى هتلاقي الحاجات خاصة بالفيزيكال، تمام؟ دي هتساعدنا، والثيرمال هتساعدنا ان احنا لو عايزين نعمل تحليل حراري للمبنى، هتلاقي اي برنامج من برامج الاستدامة بيقدر ياخد المعلومات اللي موجودة هنا، تمام؟ يعني مش مجرد ان احنا كتبناها وخلاص، لا هو بياخد الارقام دي ويقدر يقولك مثلا في مشكلة في درجة حرارة هتبقى عاملة ازاي وهكذا. فبيفيد جدا للبرامج الخاصة ببرامج الاستدامة. طيب انا هحاول اخد ماتيريال تانية. يبقى احنا عندنا ماتيريال هادي وماتيريال هادي. ممكن تختار اي ماتيريال، بالشكل دوت. طيب لو عملت قطع هيبدأ يظهر معاك الماتيريال هنا والماتيريال هنا. خلينا نرجع للجراوند، هقول له انا عايز درجة التفاصيل بالشكل دوت. طيب في حاجة هنا الوول، الحيطة مش ظاهرة معايا بالتفصيل بتاعتها لأنها أوطى من خط القطع، فلا إما أنزل خط القطع لا إما أغير في ارتفاع الحيطة. فأعمل سيلكت وأقول له تظهر معايا بالشكل دوت. طيب خليني أحط باب زي ما أنت شايف. بص الباب مجرد تعمل عليه سيلكت وتبدأ تحطه هيبدأ يعمل لك تفريغ للباب وتبدأ تشوف في الباب اللي إحنا بنتكلم عليها الرابس اللي هي الحتة ديت، إن هو هيجي يلف بالشكل دوت وفي اخر حته هيلف بالشكل دوت. لو عملت سيلكت كده ودخلت فتلاقي في سهوله في التعديل. انت ممكن تعمل الحاجات دي بس تاخد منك وقت على اساس تفهمه الفكره اللي انت عايزها. طيب ممكن اقول له مثلا انسرت دونت تراب بالشكل دوت، تبقى واقعيه اكتر لان انا مش معقول هبدا احط طبقه دهان في الحته ديت، ممكن في اخر حته ممكن تمام. فزاد طريقه التقاطع وطريقه ان هو يفهم ان دي حيطه فيقف عندها، تمام؟ وابدأوا تدخلوا معاهم مع بعض. ممكن تقول له مثلا ماتش الحتة دي الحتة دي، وتقدر تقول له مثلا الماتيريال دي لا دي مثلا دي مكملة لا دي تقف وهكذا. ففي أدوات كتير جدا تقدر تحطها في قلب موضوع البيم بحيث ان هو يديك شغل عالي جدا. طيب موضوع الرندر، في ناس بتعمل رندر على الريفت عادي وبيطلع بشكل قوي جدا، في ناس بتحب تستخدم حاجة زي 3D Max يقول لك انا هخلص شغل وابعت لل3D Max انا بعرف اعمل ريندر على الفري بتاع 3D Max. في ناس بتسطب بالفي ري جوه الريفت، وفي ناس بتعمل صدر لليومن. كل واحد وليه طريقة، بس بتقدر تلاقي طرق كتير جدا انت تطلع حاجة بشكل حلو. انا شخصيا بفضل استخدم تول موشن لان هو اوبن سورس ومجاني، وفي ناس بتستخدم انسكيب، في ناس بتستخدم اليومن. فكل واحد وليه الحاجة اللي هو بيحبها، كل واحد كل شيخ وليه طريقة. ممكن تيجي تقول له مثلا أنا عايز هنا أعمل كاميرا، تمام؟ بعد ما عملت مثلا شغل الانتيريور ديزاين هتقول له مثلا من هنا لهنا كده مثلا وتبدأ تشوف اللقطة بتاعتك. تقدر تقول له أنا عايز أشوفها مثلا رياليستيك، تقدر تعدل الضوء والحاجات دي كلها لحد ما توصل لحاجة قوية جدا. لما تيجي تعمل رندر هتروح لأبري الشاي وتقول له احنا عايزين نعمل رندر، فيبدأ يعمل لك الرندر للصورة. ده درافت، ممكن تقول له بيست يعمل لك الرندر بشكل قوي، أو تستخدم أي بلوجن متخصص في موضوع الرندر. أفكار في موضوع الانتريور ديزاين، أول حاجة ممكن نعملها إن احنا نضيف إليفيشن، تمام؟
للمشروع بتاعنا الفيشن داخلي. هنا عامل سيلكت كده، واروح عامل سيلكت واروح قايل له اديت تايب، واقول له دوبليكيت، واقول له ان ده انتريور لوكيشن. اقول له اوكي، ممكن تغير الشكل بتاعه لو انت حابب. تقدر تدخل وتشوف اذا كان مثلا عايز حاجة حجم اصغر او كده. ممكن تقول له انا عايز في الاربع اتجاهات بالشكل دوت. اول ما تبدأ تحط الشكل دوت في الشيتات، هو اوتوماتيك هيبدأ بقى يكتب لك الاسامي بتاعتهم، يقول لك الحاجة دي موجودة في انشيت. يعني خلينا نقول له نيو شيت، واقول له اوكي، وابدأ اسحب الالفيشن بتاعتنا ده مثلا اهو. طبعا المقاس لسه ما غيرناهوش، ده مثلا 1 لـ100، نخليه مثلا 1 لـ50 بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا ويتكبر المقاس لو انت حابب. ده برضه نفس الفكرة، بعد ما تدخل هنا جواه تقول له ده مثلا 1:50، وتكبر تمام. تقدر تيجي مثلا هنا على دول، ده 2D، يعني لما هتغير فيه مش هيأثر في الباقي. ممكن تروح مثلا ايه تخليهم بالشكل ده هنا تمام. وده عبارة عن ريفرنس بلان، ممكن تدخل هنا دي في وتقول له الريفرنس بلان في من قلب المشروع. ولو انت بتطبع كنترول بي، ممكن تدخل هنا في سيت اب وتقول له هايد ريفرنس ورك بلان، يعني حتى لو انا نسيته وهو لسه موجود ما تطبعوش في قلب اللوحة بتاعتك تمام. ممكن مثلا السكشن ده لو انت مش عايزه ممكن تيجي هنا وتقول له هايد، لو انت عايزه خلاص سيبه تمام. نرجع بقى للوحة بتاعتنا، هتلاقي ان الحاجات اللي اتحطت بدأت تاخد اسم اللوحة، ومكتوب هنا ده رقم 1، ده رقم 2 في الشيت ده. طيب ممكن مثلا خلينا نشوف الحوايط اللي هنا، ده جينيريك. انت مثلا عايز تزود الفينش، ممكن تعمل الفينش من خلال ان تدخل ايديت تايب واديت، وقول مثلا انت عايز تزود فينش قبليها وفينش بعديها، فهتقول له انسيرت وتقول له ده اب، وتقول له انسيرت تاني، وتقول له ده تحت، وتقول له ده فينش وده فينش تمام. وتبدأ بقى تشوف الماتيريال بتاعتك. هتدوس هنا قول مثلا انت عايز ماتيريال خشب، فتبدأ تشوف الخشب اللي انت محتاجه، وتدخل هنا في ابيرنس تبدأ تشوف هل هو ده النوع الخشب اللي انت عايزه ولا لأ. ودي الصورة، تقدر تدخل تقول له انا عايز اعدل في الصوره ديت، بحيث ان انت مثلا عايز تغير في البريتنس، عايز تغير في الحجم بتاعها، في المكان بتاعها، يبقى ينقلها لك وهكذا. عايز تكررها مثلا بالشكل دوت على شكل تايتل، ولا لا مش عايز تكرر، هي مره واحده وخلاص. زي ما قلنا ممكن تزود الفيزيكال او الثيرمال زي ما تحب للمواد. قلنا ان احنا نختار مثلا الماتيريال ديت، وممكن اجي بقى هنا انسخ الماتيريال ديت من هنا لهنا تمام. لازم اديله بقى ايه، ان دي مثلا 0.0 مثلا 1 مثلا، ودي كذلك.
يبدأ يزود لي إضافة على الناحيتين على الحاجة بالشكل دوت، وهنا الرابنج اللي هي إنها هتلف لما تضاف في الآخر أو تقفل، أو هنا لما يكون في باب أو شباك، هنا في الإند في النهاية. هقول له أوكي. ممكن أعمل حاجة تانية برضو، إن أنا أقول له أنا عايز أرسم مول ونفس اللي راح كنا شغالين بادي، هدخل إيديت طيب وأقول له أنا عايز أعمل منها دوبليكيت وأستناها دي فينش، ودي مثلا أخليها مثلا 10 مليمتر وأقول له أوكي، وأدخل هنا في الإيديت أخلي الفينش دي من ضمن الحاجات اللي موجودة في الكور، وهلغي الاستراكشر ديليت والغي الفينش. دي طبقة دهان، مجرد ان انت لو في حتة في الحيطة عايز تزود دهان هنستخدمها. طيب اقول له اوكي، اقول له اوكي. اللاير دي بقى ممكن نستخدمها مثلا في حتة زي دي مثلا، من هنا كده تقول له انا عايز ارسم الحيطة بتاعتي. وده اللي بيحصل في الحقيقي، ان بعد ما الشغل بيخلص بتبدا تدي طبقه الدهان. فحاجات مثلا زي الاعمده الانشائيه ما بنقدرش نتحكم في الماتيريال بتاعتها، ففي ناس بتعمل طريقه ان هو بيضيف زي فينش حول، بيضيف على العمود الانشائي، بيضيف عليه عمود معماري يكون اكبر منه بحاجه بسيطه، بس دي بتعمل مشكله في الحصر. فالافضل ان احنا نعمل طبقه الدهان بالشكل دوت، فمن عندي العمود وعندي الدهان، وده كده هيبقى كويس في الحصر وكويس في الكلاشيات، مش هيعمل اي مشكله خالص. طيب انا مثلا هنا دي مثلا عايز تزود طبقه الفينش، فهتقول له وول، وهتبدا تضيف الفينش بتاعك اهو. ممكن بعد كده عشان اظبط الشغل بتاعي وابقى شايف الحاجه لما تيجي تعملها رندر، هاجي هنا اقول له انا عايز هنا كاميرا، وابدا احط الكاميرا مثلا من هنا لهنا مثلا. جاب لي الاعداد بتاعتها، بيقول انت عايز كروب فيو. ماشي، نقدر نيجي من هنا نبدا نعدل فيها زي ما انت عايز، واجي هنا اقول له لا ده انا عايزها مثلا بالالوان بالشكل دوت، وعايزين مثلا الفرق اللي بأوفست البود بتاعها قد ايه، وهنا السكوب بوكس، وهنا اهم حاجة في موضوع الكاميرا هنا الرندر سيتنج. ابدأ اشوف لك لما تيجي تعمل رندر هيبقى سريع ولا لا، اللايتنج هيعتمد مثلا على السن اونلي ولا هيعتمد برضو على الحاجات اللايتنج اللي هتبقى موجودة في المشروع. لو في باك جراوند هخليها مثلا الصالة ايه، طبعا الباك جراوند هتكون اقوى في موضوع الاكستيريور. وهنا الايمج بتبدا تزود بقى الهايلايت الشادو والحاجات دي، يعني بعد ما تعمل رندر تلاقي حاجات فيها مشاكل تظبطها من هنا. وهنا اهم حاجه التوب اليفيشن، العين بتاعك انت واقف فين، يعني اللي بيصور ماسك الكاميرا منين. لو خليتها مثلا زيرو وقلت له موافق، هتبدا الكاميرا تنزل كانك بتبص من تحت، تمام، عين النمله. والتارجت الفيشن انت هتبص على فين، تمام، فهما الاثنين زي بعض، كانك انت واقف ماسك الكاميرا وبتصور المشهد اللي قدامك لعين النمله ولعين النسر. طيب قول بقى ان احنا عايزين نرسم بعض الاشكال هنا كديكور، عايزين نحط صوره، عايزين نعمل بعض الاشكال الجميله، تمام. طيب خلينا نبدا مثلا ان احنا نعمل سيلينج. الباب ده على الارتفاع بتاعه كام؟ الباب بتاعه 2.20 متر مثلا. قول مثلا نعمل سيلينج على 2.30 متر. نرجع للوحة بتاعتنا، ما ينفعش نشتغل على الستراكشر ولا على الارتكشر، لازم نعمل لوحة سيلينج، تمام. لو انت عايز تعمل اي شغل في السيلينج، يعني مثلا عايز تضيف كشاف، عايز تضيف اي حاجة، لازم تبقى موجودة على السيلينج. فاروح هنا الفيو، ويجي هنا في البلان فيو، اقول له انا عايز اعمل ريفلكتيف سيلينج. فبيقول لك انت عايز تعمل سيلينج لاني دور، فممكن تقول له اعملهم لي كلهم ما عدا مثلا الملحق العلوي اللي هو في الروف، مش هنحتاج، تمام. في حاجة تانية ممكن نشيلها؟ ماشي اوكي، ممكن من سوبر رصيف مثلا، اوكي. فيبدأ يعمل لي لوح للسيلينج.
طيب تعالى نشوف ده هنا ممكن يكون حاطط في الكوردينيشن اهوت. دي لوحة سينج، خلينا نخش في لوحة الأرضي اهوت، وتشوف بقى لو انت محتاج ان انت تظبط الفيو رينج في الشغل بتاعك. تمام. طيب ممكن تيجي مثلا هنا في الفيو رينج تقول له مثلا خليها على 1.8 مثلا، اللي هو قط بلين توب، ده اعلى حاجه هتظهر معاك في الفيو. لو بصينا كده ده اعلى حاجه هتظهر معاك، ده اقل حاجه هتظهر معاك، ده هنا الخط القطع بتاعي. تمام. فلو انا قاطع فوق الباب مش هيظهر معايا، لو انا قاطع فوق الشباك مش هيظهر معايا. وهنا ده الفيو ديبس، دي باخد مثلا اشوف حاجه من الدور اللي تحت فاقول له اوكي عشان تبدا تظهر معايا اللي واب. لا انا محتاج اللي واب. طيب السيلينج، عايزين نحط سيلينج مثلا في المنطقه دي. طيب تعالى ندخل نشوف السيلينج اركتشر، وهقول له انا عايز اضيف السيلينج، الاقي في اختيارين في السيلينج. اول حاجه اوتوماتيك سيلينج، ده بسيطه جدا، اول ما يلاقي غرفه هيبدا يحط لي فيها السيلينج. تمام. هتقول له انا عايز مثلا احط سيلينج على ارتفاع مثلا 2.3 او 2.4، وتعمل كليك هنا يبدا يحط لك السيلينج حسب المقاس اللي انت عايزه. ده مثلا 600 في 1200 اهوت، هتيجي هنا هيبدا يحط لك السيلينج. طيب لو السيلينج ده انت عايز سيلكت مثلا، احنا بقى بنتكلم في انتيريور ديزاين، عايز حاجات بقى شيك شويه، ممكن تقول له مثلا الاين، وتروح محدد حدود الحيطه بتاعتك، وتروح مختار الخط دوت يبدا يعمل تحريك ليها وهكذا، بحيث انها تكون ماشيه معاها بالظبط. ممكن تعمل سيلكت عليه وتقول له انا عايز اعمل روتيت. تمام. فتعمل روتيت للسيلينج بتاعك لو انت عايز تعمل سيلينج بالشكل دوت مش كده خالص. طيب انا عايزها بقى ب 600 في 600 في 600 في 1200، فادخل هنا ايديت تايب واقول له دوبليكيت، واقول له بدل 600 في 1200 دي خليها 600 في 600. اوكي. واقول له اديت، واقول له دي بقى انا عايز اغير الفينش بتاعتها. هيقول لي انت عايز ايه، هقول له انا عايز اعمل منها دوبليكيت ودي هتبقى 600. طيب هو غير الاسم بس، تغيير الاسم مش هيخليه يغير الشكل، لازم انا اجي هنا واقول له دي انا عايز اغيرها في 600. لو هي مش موجوده هتدخل هنا في الايديت وتبدا تشوف المقاس اللي انت عايزه، يعني 0.6 ودي 1.6، هتخلي ده 1.6 ودي 1.6، وتكتب الاسم الجديد. خلاص كده بقى 600 في 600 السيلينج بتاعي. طيب تقدر تضيف الحاجات بتاعتك اللي هي خاصه بالكهروميكانيكال. ليه المعماري بيعمل الحاجات بتاعت الكهروميكانيكال؟ على اساس ان هو عايز يعمل شكل جمالي، فهو المفروض ان هو بيبدا يفهم منهم كل حاجه هتتحط فين، او عدد الحاجات اللي هتتحط في الغرفه دي، ويبدا هو يوزعهم بحيث يعمل شكل جمالي، بحيث ان ما يبقاش فيه تعارض بينهم. ممكن المعماري، ممكن التكييف مثلا والفاير والكهرباء كلهم يحطوا في نفس المكان فتحصل مشكله، لا هو بيحاول ينظم شغل بينهم. غالبا مش هنلاقي الفاميلي كل شويه. تمام. تبدا تشوف بقى الحاجات اللي هي مثلا داون لايت، تقدر تحطها في النص بالظبط. ما تحطش حاجة وانت موجود في الفلور، لازم تكون انت موجود في لوحة السيلينج. تمام. وإلا تحط بالعكس، تبقى اللمبة بتنور لفوق. تمام. وتبدأ بقى تحط وسطانها زي ما انت عايز، ممكن ترسم خط من هنا خط من هنا، وتبدأ تقول له حطها لي في النص. ده بالنسبة لللايتنج. طيب خلينا هنا بقى نقول له عايزين نحط سيلينج ونشوف ايه المشكله اللي هتحصل. هنا هو مش معتبر ان في هنا شكل مغلق، فانت ممكن تقول له سكتش سيلينج وتبدا ترسم انت السيلينج اللي انت عايزه. يعني هتيجي كده
كده انت ضفت السيلينج بتاعك. طيب ممكن تعمل بقى اشكال جمالية او تطرح اي شكل، اي شكل هترسمه هنا هيبدأ يقطع لي السيلينج بتاعك. يعني ممكن تقول له مثلا عايز ارسم مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام. ممكن تروح راسل مثلا تقول له اعمل لي روتيت، تمام. هتحط مثلا دي هنا دي هنا، في اشكال جمالية مثلا ترسم شكل هرم مثلا، تمام. ممكن تبدأ تقول له مثلا لا دي خليها لي كده حركها شوية. ممكن ترسم كذا سيلينج في نفس المكان، يعني بعد ما تخلص دوت ترسم واحد تاني على ارتفاع مثلا مختلف شوية، على أكبر أصغر زي ما أنت حابب. تمام. طيب ممكن مثلا ترسم شكل بيضاوي مثلا هنا، وترسم يعني براحتك يعني فني. زي ما بقولك انت ممكن تيجي وتقول انا عايز ارسم سيلينج، وترسم سيلينج تاني على ارتفاع اعلى على ارتفاع اقل، مش مشكلة خالص. انما انا بس ايه فتحت في السيلينج بالشكل ده. طيب ممكن نحط برضو بعض اللايتنج، اقول له مثلا انا عايز السيستم التيرمينال، يحط لك المدخل بتاع الهواء اللي عندك تاني، عندك السبرينكلر هيعمل لك الرشاش بتاع الحريق. انا اقول لايتنج فيكتشر سيرنج اللي احنا حاطينه ان هو ايه 60 في 1200، لا خليه جينيريك مثلا، او ممكن تقول له انا عايز سيرنج من غير اي اشكال خالص لو انت حابب. طيب خلينا نرجع للوحة اللي احنا كنا فيها بالشكل دوت. طيب فين القمرة اللي احنا كنا شغالين عليها؟ لو دوست هنا هيبدأ يجيب لك كل الحاجات اللي انت شغال عليها. طيب انا هسميه كاميرا، او هسميه مثلا نفس الاسم اللي مسمينه في قلب البلان بتاعنا. المدخل الرئيسي، اجي هنا اقول له خلي ده المدخل الرئيسي. دلوقتي بقى نعمل ايه؟ نحاول نعمل شكل كده على الجدار يكون شكله ظريف شوية، تمام. خلينا نطلع بالسيلينج شوية بعد ما رسمناه. ممكن نقول له خلي ده مثلا يطلع كده ايه حاجة بسيطة. طيب عايزين نرسم اي اشكال جمالية هنا، الموضوع بسيط. خلينا نخش في البلان بتاعنا، وليكن مثلا انت عايز ترسم شكل جمالي هنا. خلينا نشوف بعض الافكار. ممكن تيجي هنا مثلا من اركتكتشر وتقول له انا عايز اعمل كومبوننت موديل ان بليس، هتقول له انا عايز مثلا وول وول، وهتقول له مثلا اكستروشن. هقول لك انت عايز ترسم فين، هقول له ان انا عايز ارسم على الحته دي، فهيقول لي لا ده لازم سيكشن او بلان عشان تبدا ترسم فيها. فدخلنا مثلا في اللوحه ديت، ممكن اقول له لا، وروح داخل على اللوحة اللي بتاعت المدخل الرئيسي، وتبدأ بقى ترسم هنا. مثلا عايز ترسم شكل جمالي بالشكل ده على الحيطة، وأقول له مثلا offset، شعار الشركة مثلا، تمام. أقول له مثلا arc،
مثلا حاجة بالشكل دوت، أقول له أوكي وأبدأ أشوفها في 3D، أقول له لأ ده دي عايزة تصغر شوية مثلا، أو أكتب له هنا إن ده هو عملها 30 سنتي، لأ ده أنا عايزها 3 سنتي مش 30، أقول له 0.03. تمام، ولازم أغير الماتيريال وإلا هيبقى نفس ال، أبقى باخد الماتيريال الافتراضي، فأقول له لأ أنا عايز أغير الماتيريال، فممكن أدوس على عامل 3 نقط دول وأبدأ أختار ماتيريال تانية مثلا ديت، بالشكل ده. طيب عايزين مثلا نحط برواز هنا، على فكرة احنا ممكن نرسم حيطة ونعمل لها التعداد اللي احنا عايزينها. خلينا نقفل ونشوف ايه فكرة الحيطة، ازاي ممكن نرسم حيطة في المنطقة دي. تمام، هبدأ ارسم حيطة بشكل خفيف خالص هنا. تمام، اقول له وول، واقول له وول اركتكتشر، وابدا ارسم الحيطه بفينش يكون صغير خالص. تمام اهي، تمام، ولازم طبعا هغير الماتيريال اللي فيها دلوقتي. اعمل سيلكت على الحيطه وهدخل هنا في المدخل دوت، الحيطه دي اهي هي المفروض من الدور الأرضي لحد مثلا الدور الأرضي، بس هديله ال دي مثلا 2 متر مثلا، حاجة بالشكل دوت. ممكن تطلع بقى شوية مثلا تقول له من الدور الأرضي مثلا متر، لوحة مثلا بالشكل دوت هنحط عليها شعار الشركة بتاعي. وممكن أقول له بقى إيه، امسك الحتة دي edit بروفايل وارسم لي فيها مثلا تقاطعات معينة، يعني حاجة مثلا بالشكل دوت، واقول له اوفست، ده هيبقى قاطع في الصورة نفسها، ده نوع من انواع الشكل الجميل. في ار مثلا بالشكل دوت. طيب دلوقتي عايزين نبدأ نضيف صورة في الإطار دوت، فهعمل سيلكت عليه وأقول له أنا عايز أكون موجود في 3D. ليه عايز أكون موجود في 3D؟ عشان من أركتكشر هقول له أنا عايز أشتغل على الجزء دوت، يعني أي حاجة تحط على الجزء دوت. وبعد كده هقول له إن أنا عايز أعمل insert الإيمج، هاجي هنا نديكيل وأقول له أنا عايز أدخل على القائمة دي، وتبدأ بقى تضيف الصورة اللي انت عايزها بيراميدز. اوكي، وتبدأ تطلع بره وتقول له انا عايز صورة الاهرامات ديت، اوبن اوبن، وبعد كده هدوس هنا وابدأ اضيف صورة الاهرامات. هعمل سيلكت بقى صورة الاهرامات وابدأ احطها هنا، ابدأ اسحب هنا، هو قافل لي ان الاثنين يبقوا في تناسب بينهم، اقول لا انا عايز اغطي اللوح كلها. تمام، اي قطع بيحصل بيقطع في الصورة زي ما انت شايف. نرجع بقى للصورة بتاعتنا اهي، هقول له عايز اخليها تظهر في الرندر، فممكن اقول له رياليستيك، هيبدأ يعمل الرندر بتاعها. هي الصورة موجودة عن الزرارات. ظهرت معايا بالشكل دوت. تمام، هقول له ان عايز ارجع للشدد، موجودة بس هتختفي بس شوية. طيب دلوقتي لو انا عايز ابدا اضيف الوان واضيف اشكال على الحيطة ديت، ممكن اروح للموديفاي واقول له سبليت فيس، وابدا اختار الفيس بتاعي ويبقى قرن بالحفظ، وابدا اختار مثلا، ممكن تختار ترسم اي حاجه بقى انت عايزها. تمام، يعني مثلا الشكل دوت. اوكي، لو انت عايز بقى تكرر الشكل دوت هتقول له كرر لي الشكل دوت، وممكن تشيل علامه كونسترين وتاخد الشكل ده مثلا هنا هنا زي ما انت عايز. يعني لو انت عايز تخلي مثلا الشكل دوت
وده يبقى مثلا قريب منه بالشكل دوت حسب ما انت عايز. طيب عايزين بقى نحط الماتيريال، هاجي هنا في الماتيريال ابدا اختار مثلا الماتيريال اللي انا عايزها، وليكن مثلا خلينا نختار حاجه زي كده وابدا اختار، يبدا يدي دي ماتيريال، اختار مثلا ماتيريال زي كده، ماتيريال مثلا اهوت، فيبدا يظبط لي الالوان اللي انا عايزها. فتقدر بدل ما تقعد تعمل حته مختلفه وتقدر وانت عايز تبقى نوع من انواع الدهان تعمل ده، بنفس الكلام برضو بنعمله في الارضيات كذلك. طيب لو عايز اضيف هنا مثلا زي بروز عن الحيطه بحيث ان انا اتركب وراه مثلا اي اناره او حاجه زي كده، يعني انا مش عايز تبقى جزء من الدهان، لا انا عايز تبقى في نوع من انواع البروز، فممكن تروح على اللوحه بتاعتك وتبدا ترسم حيطة خفيفة وليكن مثلا حاجة زي كده. اوكي اقول له create similar وابدأ ارسم الحيطة بتاعتي مثلا هنا. جاب لي رسالة خطأ قال لي انها تدخلوا مع بعض، انا عايزها تبقى بعيدة شوية بحيث لو انت هتركب اي نوع من انواع الانارة. ودلوقتي اقول له edit profile، ممكن تقول له انا عايز ارسم مثلا من هنا، تمام. ممكن الشكل ده كله تروح عامل عليه سيلكت وديليت وتبدا ترسم بقى اي شكل انت عايزه، تمام. ده هيبقى منظر جمالي مالناش دعوه بدوت، تمام. ده عباره عن منظر جمالي، خلينا نرسمها من هنا، تمام. وده طبعا هبدا احركه مثلا اخليه هنا مثلا كده بحيث ان هو بارز عن حيطة، فلو انت هتركب اي انارة وراه يتركب عادي بدون اي مشاكل خالص، ويبقى مثلا الانارة تكون الضوء يكون مخفي. تعالى نروح لقائمة سيستم. قائمة سيستم مش شغالة خالص لما نكون في قلب الكاميرا، تمام. ممكن هنا تقول له برسبكتيف او اورثوجرافيك يغير لك طريقة العرض. البرسبكتيف بيبقى زي يعني الحاجة اللي قريبة منك بتبقى أكبر، الحاجة البعيدة بتبقى أصغر، هنا لأ بيديله نفس المقاسات. الكاميرا خرجت خالص. طيب هقرب كده بالكاميرا بتاعتي، قول مثلا إن عايزين نروح للوحة ديت. طيب قول له بقى عايزين مثلا لايتنج، لو مفيش لايتنج هتقول له لود، تمام. في سيلينج لامب، لمبة بتتعلق من قلب السيلينج، تمام. لما اخترناها معتمد على ارتفاع، يعني احطها في اي مكان. بيقول لي طيب خلينا نشوف فين السيلينج، لوحة السيلينج سيلينج بلان بتاع الدور الارضي، واروح هنا واقول له لايتنج. تعالى مثلا نحط واحدة هنا مثلا وواحدة ثانية هنا، ونرجع للوحة بتاعتنا. السيلينج الأرضي أهو اللايتنج أهو مظهره لأنه هو أسفل السيلينج. طيب ممكن أقول له لايتنج تاني أشوف إيه اللي موجود. طيب دي من الحاجات اللي اتحط في الحيطة، فممكن نحطها مثلا هنا مثلا، ونحط واحدة كمان هنا. احنا حطينا ارتفاع 2 متر، ماشي. طيب خلينا نشوفها في المدخل الرئيسي، دي واحدة اهيت، دي واحدة اهيت، ودي طبعا مفيش لمبة هتبقى بالشكل دوت، فأنا لازم نشوف بوينت 2 اهيت، لا خليها بوينت 3 مثلا تبقى بالشكل دوت. طيب والتانية لأختها اعمل سيلكت لو انت مش شايفها، تمام. وأقول له دي خليها بوينت 3 مثلا، الثانية بدأت تظهر. نبدأ بعد كده تقول له مثلا بعد ما تظبط، أهم حاجة في التظبيط أكتر من الرندر إن أنت تكون مظبط الفيجوال ستايل بتاعك ومظبط الإعداد بتاعتك، ده بيدي شكل حلو. طيب ممكن تقول له بعد كده خليني مثلا تيجي هنا مثلا شوية،
ممكن تقول له رندر. طبعا الرندر الدرافت بيطلع سيء بس عشان الوقت، تمام. بعد ما تتأكد ان هو كويس تبدأ تقول له لا زود الرندر، تمام. ممكن نقول له هنا الاعداد بتاعت اللايتنج، هل انت معتمد على الشمس بس ولا معتمد على الشمس وبرضه الحاجات الصناعية، تمام. بيقول لي لو في اي لمبة انت مش عايز اشيلها، فلو في لمبة اصلا مش داخلة في المكان دوت، يعني لمبة في مكان تاني ومش داخلة معايا في الجزء دوت، شيلها يعني بدل ما تاخد وقت من الريندر، تمام. فازاي في ناس بتحب تسمي الحاجة بالغرفة بتاعتها، تمام. هنا الاعدادات بتاعت الهايلايت والشادو والحاجات ديت، الوايت بوينت، وايت بوينت عشان ايه نظبط اللقطة. طيب اقول له ريندر، فده انت تبدأ تشوف بعد كده مثلا شايف ان ده غلط هتبدأ تحط ماتيريال تاني، شايف ان ده مثلا عايز ياخد ماتيريال خشب مثلا، تبدأ تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تتعدل فيها وتعدلها، وبعد كده تعمل الرندر تاني بجودة اعلى. خلي بالك في بعض الاوقات بيجيب لي رسالة ان في ماتيريال ناقصة، فابدأ اشوف الماتيريال دي موجودة فين وابدأ احطها عندي في المكان بتاع الماتيريال. من اوبشن بلاقي عندي في الرندر تقدر تحط له المصادر اللي ممكن يلاقي فيها الماتيريال، او الفولدر مثلا في الماتيريال او في الصور او في اي حاجه هتفيده في موضوع الماتيريال. ازاي نعمل رندر في برنامج الريفيت؟ وطبعا في ادوات كتيره جدا لان انت تعمل الرندر. طيب خليني اول افتح المشروع، افتح المشروع ما دوست هنا لا، لازم اقول له اوبن وادخل على الملف واقول له كريت نيو سنتر. طيب اقول له عدي، طيب وبعد كده هقول له المشروع اهوت سنترال، ولازم تلاقي علامه كرييت نيو لوكال. لو جيت هنا وما لقيتش العلامه اعرف ان في مشكله، ما تفتحش حاجه. لما تلاقي ثلاث اصفار كده دي معناها ان الملف ده معمول باك اب، مش هو ده الملف اللي فيه اخر شغل. طيب انا هاجي هنا واقول له كرييت نيو لوكال واقول له اوكي، بيقول لي الملف ده اتفتح قبل كده، فانا هقول له ابن تايم ستامب، يعني احتفظ بالنسخه القديمه كباك اب ليا واعمل نسخه جديده. طيب عشان نعمل رندر في اساليب كتيره جدا لموضوع الرندر، في ان انت تعمل رندر جوه ريفيت، ولو انت ظبطت بعض الاعدادات هيطلع معاك بشكل كويس ومقبول وحلو، يعني مش وحش وينفع تسوي بيه. لو انت عايز حاجه اعلى، فانت اعلى حاجه ان انت تبعت الشغل بتاعك ل3 دي ماكس، تصدره اف بي اكس من هنا فايل بعد ما تخش في 3 دي، تمام، وتلغي الحاجات اللي انت مش عايزها. ما دام الحاجه دي كبيره كده يبقى هو في حاجه محطوطه بعيد، اهيت دريت. طيب ممكن بعد كده تقول له فايل وتقول له اعمل لي اكسبورت اف بي اكس، ده هيروح بكل الماتيريال وكل حاجه. طيب لو انت عايز تعمل رندر جوه الريفت، الرندر بتاع الريفت كويس مش وحش، بس المهم ان انت تظبط الاعدادات بتاعته بشكل حلو. انت ممكن تبدا مثلا تختار الزاويه اللي انت عايزها، تيجي هنا تختار الدرجه بتاعت الجرافيك ديسبلاي اوبشن، ممكن تدخل هنا وتبدا تقول مثلا عايز سموث لاين، عايز يبقى في شفافيه معينه بالشكل دوت العناصر حسب الحاجه اللي انت عايزها، تمام. عايز في شادو ولا لا، سكتش لاين لو انت عايز كانها بتترسم. فتلاحظ ان انت تقدر تطلع مؤثرات حلوه جدا للشغل بتاعك بالاعدادات بتاع جرافيك ديسبلاي اوبشن، بس قليل قوي يعني اللي بيهتم بيه، كله بيدخل على الريندر على طول، وده مش صح. انت هتلاقي هنا اعدادات كويسه جدا، هنا كانك انت اللي رسم حاجه بخط بالقلم يعني، ففي هزه خفيفه، الايد مش مسطره حرف تي يعني، هتطلع خطوط مستقيمه على طول.
ممكن بعد كده تخش هنا الليبسي اللايتنج، اذا تشوف اللايتنج هل انت عايز تظهر التايم رندر لاني كانها مثلا في اي منطقه وفي اي وقت، بحيث ان الرندر يجي مظبوط، عايز وقت الغروب وقت الشروق، الشمس نعليها نقللها، يعني لو لقيت الصوره فاتحه او قافله تقدر تتحكم فيها، تقدر تفتح الصورة وتغمقها من هنا، اللايت الشادو الرياليستيك تمام، الباك جراوند تقدر تخليها كصورة كسكاي او تحط صورة او تعملها تدرج تمام. ممكن تسيب ده كان في يوتن بليد بحيث تستخدمه في لقطات اخرى. بعد كده ممكن تيجي على ابري الشاي دوت وتقول له رندر، وممكن تقول له ريجن، يعني انا مش عايز اعمل رندر للمنطقه كلها، انا في جزء معين عايز اعمل له رندر، يعني اقدر انت عايز تعمل مثلا جزء بتاع شبابيك، فهو بيبدا يعمل لك مستطيل كده، تقدر تتحكم في الحجم بتاعه بحيث الوقت بتاع الرندر ما يبقاش طويل. وبعد كده بيقول لك كواليتي، هل انت عايز الكواليتي تبقى عاليه ولا قليله، انت ممكن بس تركز على الجزء دي او تركز على الجزء اللي هو بتاع حمام السباحه زي ما انت عايز تمام، بحيث ان انت ما تاخدش وقت كتير في موضوع الريندر. عايز الجوده طبعا لما تخلص خالص ممكن تقول له بيست، بس لو انت لسه بتعمل ريندر اول مره بتجرب خليها درافت مفيش مشكله تمام. طيب الريزوليوشن، الريزوليوشن بتاعتك سكرين للشاشه بتاعتك ولا برينتر تمام. طيب انت عندك بقى اللايتنج، هتعتمد على الصن ولا على برضه الضوء الصناعي ولا الضوء الصناعي بس، هل هو اكستيريور ولا انتيريور، ولا الستايل السكاي بتاعتك هتبقى عامله ازاي، الايمج تمام، تقدر بقى تخلي فيه هايلايت في شادو، تتحكم في كل الحاجات دي من الاعداد دي. طبعا بتعمل رندر مره وبعد كده تشوف اذا كان فعلا محتاج ان انت تعلي او تقلل زي ما انت عايز زي ما انت هتشوف في الصوره، يعني هي مش ارقام ثابته، هي دي الرقم ده لما تكتبه هيطلع معاك صح، ده ممكن في حاجه تاخد ارقام وفي رندر بمكان تاني داخلي او خارجي او من زاويه تانية تحتاج ان انت تعدل الارقام تفتح شويه او تقلل شويه. ده درافت الصوره تقدر تعدل فيه اكتر مره بحيث توصل للحاجه اللي انت عايزها. طيب في برضه حاجات تانية بتفيدني ان انا اعمل رندر، منهم مثلا حاجات سريعة، حاجات سريعة بشكل قوي جدا. تعال نشوف مثلا برنامج زي برنامج الانسكيب، البرنامج الانسكيب لازم تيجي يكون هنا موجود في 3D تمام قبل ما تيجي تعمل الرندر، مش معنى ان انت اخترت مشهد ان الباقي كله هيختفي، لا تقدر تتنقل لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها، ممكن تيجي تعمل دوبليكيت لل 3D دوت وتعمل حاجة داخلية او هكذا. يعني على سبيل المثال مثلا ممكن تيجي هنا مثلا في منسوب درو ارضي وتضيف صورة كاميرا تمام، كاميرا هتيجي هنا مثلا تقف في المكان دوت ماشي، كأنك انت واقف هنا وبتبص على المحل بشكل دوت، وتقدر بقى تظبط من الاعداد جروب فيو ولا لا، عايز الفرق اللي بأوفست قد ايه، المسافه اللي انت تشوف حد عندها، الاي اليفيشن ارتفاع الشخص اللي بيبص خليها مثلا 1.8 ماشي، وبيبص الارتفاع كام، فممكن تبص مثلا ل 1.8 فهو يروح معدل لك الكاميرا كانك انت بتبص لحاجه قدامك. طيب وبعد كده ده خلاص بقى لقطه من لقطات، فتقدر تسميه ده مثلا شوب مثلا بحيث يظهر معاك هنا برضو في الحاجات اللي انت تعملها رندر. طيب خلينا نشوف موضوع الرندر بالانسكيب وبعد كده نشوف الرندر بالتوين موشن، وطبعا في رندر باليومن، اليومن مشروح بالتفصيل على موقع بيم اريبيا على اليوتيوب. طيب دلوقتي هقول له بقى ستارت تمام، هو بيقول ان انت 14 يوم تجربه، طيب هقول له انا عايز اجرب 14 يوم. لو انت عندك امكانيه ان انت تشتري البرنامج اشتريه، يعني لو انت شايف ان المبلغ قليل، انا مش مستفيد حاجه، انا مش حاطط لك رابط هكسب منك لو انت اشتريته، بس يعني لو واحد
في حاجة موجودة وحد تعب فيها وانت عايز وانت هتستفاد منها وهتطلع منها شغل تكسب منها، اشتريها. ما يعني الكراك ده لما يكون حاجة فعلا غالية جدا ومش قادرين نشتريها وهكذا. طيب هو بيديك ملحوظة، كل يوم هيبدأ يديك ملحوظة كده يعني معلومة على السريع. طيب جاب عمل لك رندر هوت ران تايم. يعني ايه ران تايم؟ يعني اول ما بتعدل حاجه في المشهد بتعدل هنا اوتوماتيك، اي كل حاجه بتعدلها هنا بتعدل هنا، يعني الاثنين مرتبطين ببعض، يعني دي مش نافذه مستقله عن دي، لا دي برضو شغاله مع دي. هو بيديك بقى بعض الاختصارات اللي تقدر تشتغل من خلالها زي الاي والكيو، تطلع وتنزل وتتحرك. تمام خلينا ننزل مثلا كده. طبعا زي ما انت شايف معمول رندر بشكل قوي جدا، لو في اي حاجه معموله غلط تعدلها هنا، تيجي هنا تلاقيها اتعدلت على طول. يعني لو احنا جينا مثلا قلنا دوت، تعال كده تمام، وخلينا نلغي البروبرتي دلوقتي، ودوت هقول له انا عايز مثلا الجزء ده كده. لسه احنا مشفناش الامكانيات اللي موجوده في النسكيب، هو مش مجرد بس بيعمل رندر، في امكانيات كويسه جدا. طبعا اي حاجه بتخش تعدلها اوتوماتيك بتتعدل هنا، لو عدلت في الماتيريال عدلت في اي حاجه هو اوتوماتيك بيفهم. يعني انا لما غيرت لغيت العربيه اتلغت هنا، لو انت مثلا في رندر معين عايز تغيره وعايز تغير مثلا حاجه زي دي، مجرد ان انت تيجي هنا وتدخل تعدل الماتيريال اوتوماتيك هتتعدل هنا وتشوفها اوتوماتيك. تمام هنا بيديك الماتيريال بتاعت الريندر. تمام فممكن تيجي هنا اديت فاميلي وتعدل الماتيريال وتحملها، اول ما تحملها تلاقيها اتعدلت. طيب لو انا جيت هنا وهنا وهنا وقلت له كنترول 1، تمام هنا الماتيريال حجر بلون غامق مثلا. طيب انا ممكن اجي هنا واقول له انا عايز مثلا اديها اي ماتيريال اخر، تمام نان اوكي. ممكن تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز ماتيريال جديده، والماتيريال دي او عايز الوود على طول، عايز حتى دي تبقى شبه خشبي. طيب ما اعرفش ازاي ما فيش ماتيريال خشب، بس خلينا نعمل واحد جديد ونقول له رينيم وود، واقول له هنا ان انا عايز من الابيرنس عايز ابدا اختار ماتيريال خشب. فنقدر مثلا نختار حاجة زي دي كده، أو بيعملها updated. تمام اوكي. وبعد كده حمل الفاميلي ديت في قلب المشروع. أول ما تتحمل في الريفيت وتبقى موجودة هتتغير هنا. ولو انت عايز تحرك بسرعة بتدوس على شيفت مع الزراير تحس ان الحركة تبقى اسرع معاك، او لو عايز اسرع كنترول، ولو عايز تغير بين اسلوب الفلاي واسلوب الووك مجرد تدوس سبيس. سبيس يبقى انت كده بتتحرك بالشكل دوت. بص هو بيغير بقى، خلينا نرجع كده. الخشب هوت الاطار اللي هو حوالين الشبابيك ده اتغير هوت. تمام ده هيجيب لك بقى كل العناصر، السيلينج مثلا اهيت. لما تدوس حرف البي الاختصار بام يبدأ يجيب لك كل العناصر اللي موجودة في المشروع، تقدر تعمل عليها سيلكت زي ما انت عايز، وتقدر تدخل هنا تشوف كل المعلومات الخاصة بيها. ده الجرازنج اهوت بيبدأ يجيب لك كل الحاجات معمولة لها سيلكت بالشكل دوت. هنا كده بتعمل روتيت كده اوربت، بتلف حوالين الحاجة روتيت وانت في مكانك وبتلف حوالين نفسك،
لما تدوس مسطرة بتبدأ بقى تبقى فيه تطير بقى وارتفاعات وحاجات زي كده. زي ما انت شايف المبنى جميل جدا، مع الرندر بتاعه حلو وسريع ويعني حاجة مذهلة الريال تايم. تمام، احنا كنا في هنا لما كنا عايز تعمل رندر بتختار المشهد تقول له رندر وتقعد نص ساعة وبعد كده تيجي هنا تعمل تاني، فأصبح الموضوع أسهل بكتير. طيب هل كده القايمة خلصت بتاعة الانسكيب؟ لا احنا لسه مبدأناش أصلا، خلينا نخش في الانسكيب اللي موجود في الريفت وتعال نشوف القايمة اللي هنا ايه اللي فيها. هنا بيقول بيوز لو انت عايز توقف موضوع الابديت، لا انا عايز الابديت شغال. هنا تقدر تختار المشهد واوتوماتيك هناك هيروح للمشهد اللي انت تختاره. ده هنا المدخل اهوت بالشكل دوت. ده كده هو السينك. فتقدر تشوف المشهد بتاعك عامل ازاي. ممكن تقول له انيبل للفيرتشوال رياليتي، لو انت عندك نظارة فيرتشوال رياليتي هتقول له انا عايز اشوفها وتبدأ تلبس النظارة وتشوف الحاجات. طيب هنا ممكن تاخد سكرين شوت لقطة. تمام، طيب اهو هيسيف لك اللقطة اللي انت واقف عليها. خلينا مثلا نسيفه هنا. خلينا نكتب هنا ايمج. تمام، سيف الصورة بالشكل دوت. طيب في اختيار تاني، في اختيار تاني ممكن تاخد صور كل اللقطات دي مرة واحدة. تمام، اول ما نخلص الرندر طبعا هو بياخد الصورة اللي موجودة هنا. تمام، بيعمل لك رندر للايمج. هيبدأ يصدر لك الصورة. طيب ممكن اقول له ايه، ممكن اقول له render image into document. تمام، نيجي هنا ممكن نيجي هنا نقول له انا عايز هنا اعمل ايه batch render، يعني كل الحاجات اللي موجودة هنا كل 3D اهو عايز ابدأ اعمل له render. فبيقول لي اختار الفولدر، فهقول له الفولدر اهوت سيلكت فولدر. هو بقى يعمل رندر للصور دي كلها. هتلاقي ان هو عمل لك رندر للقطات ال 3D بالشكل دوت كلهم مره واحده، تكون انت مجهزهم قبل كده. ممكن تقول له رندر ايمج انتو دوكيمنت، فهو يبدأ يعمل لك رندر لل 3D زي بالشكل دوت الرندر دوت. طيب عامل واحد جديد على اللقطة اللي انت واقف فيها. طيب دلوقتي بقى هروح لل 3D فيو بتاعي واقول له ان انا عايز اعمل كريت 3D فيو، فتعمل كريت لل 3D فيو للكرنت كاميرا موجودة. تمام، اللي هي موجودة هنا. تمام، ممكن تكون انت نقلت كده فتروح قايل له كريت 3D فيو، فيعمل لك حاجة للمشهد اللي موجود هناك. تمام، طيب ممكن اجي دلوقتي بقى اقول له ان انا عايز اعمل اسيت لايبراري، فهو بيجيب لي مكتبة من العناصر. ممكن تقول له مثلا انا عايز اشخاص، واحد مثلا اهو، هيبدأ يحمل لك بعض العناصر اللي تقدر تستخدمها. هو هنا هيحطه في البدروم، لا انا مش عايز احطه في البدروم. تمام، طيب خلينا اشوف لو انا عايز احط عنصر، لا انا عايز احط مثلا في مستوى الرصيف مثلا. طيب هنشوف ظهر ولا ظهر. طب ما ظهرش، هدخل هنا وابدا اشوف ليه ما ظهرش. هو متحط في البلانت طبعا مش مظبوط، بس نتعامل معاه. طيب هنحط مثلا واحده وبنتها مثلا اهو،
طبعا انت هنا هتلاقي بقى الشخصيات اللي هتنزل الجديدة تقدر تختار منها. طبعا ده مش بيظهر 3D، مش بيظهر 2D، ده كل الحاجات دي بتبقى 3D. تقدر تحط بعض الحاجات في اكتر من مكان اهوت. ادو سكيب عشان تخرج وتبدأ تجيب عناصر اخرى. زي ما انت شايف اول ما بتحط العنصر بيبدأ يتعمل له ريندر بالشكل دوت. ادو سكيب عشان اخرج من الامر. هتلاقي العنصر اهو اتحط اهوت، وتقدر تشوفه من جميع النواحي اهو جوار العربية تاني. طيب نرجع تاني لقائمة انسكيب. دي طبعا تقدر تحط عناصر كتيرة جدا، في هنا مثلا حيوانات، في بشر، في عربيات، في حاجات خاصة بالفرنتشر. لو انت عايز تعمل انتريور ديزاين هتلاقي كراسي كتير وحاجات كتيرة تقدر تحطها جوه الثري دي. الأشخاص هم كتير، في سيارات، في حاجات خاصة بالهوسبيتال، في حاجات خاصة باللايتنج، في حاجات خاصة بالشارع. تقدر تحط دي حوالين المبنى بتاعك على أساس إن في مباني حواليك. دي بتاعة الطرق، ممكن تقول له مثلا عايز كرسي مثلا عشان الناس تقعد، أو عايز لايتنج. طيب بعد كده هنيجي على الكاميرا باص. طبعا اللود باص او سيف باص، تمام، لازم يكون في مسار موجود. تعال نروح للسكيب. هنروح هنا الفيديو اديتور، هدوس عليه مرة واحدة، وبعد كده هاجي هنا فلاقي ان هو اظهر لي التايم لاين. من خلال حرف الكي هتبدأ تزود كي فريم اهوت، وبعد كده تبدأ تتحرك في المشهد بتاعك اهوت. اوكي خلينا نلف شوية كده اهو. خلي بالك الكاميرا هناك اهيت، اللقطة دي واللقطة دي اللي هي النقطة دي والنقطة دي. لما ادوس كي كمان هتبدأ تتحرك كمان الكاميرا. تمام خلينا نقرب شوية وهقول له كي، فيبدأ يضيف لي لقطة كمان. وهكذا. طيب تيجي في اي وقت تقول له بريفيو، انا عايز اشوف المشهد هيتعمل ازاي، فيبدأ يوريك حركة الكاميرا. تقدر تتحكم في الحركة وفي الحاجات دي كلها زي ما انت عايز. طبعا العلامة المائية دي هتفضل طول ما انت بتشاري البرنامج. تقدر تتحكم في الوقت اللي انت هتاخده في كل مشهد فيهم من هنا عشان تسرع او تبطئ او هكذا. تمام طبعا هو هناك بيسجل لك الحركة ديت، فتقدر تيجي بعد كده تقول له كاميرا باص وتقول له سيف لي الباص دوت، دي مرتبطة بدي، فبتكتب هنا الملف اهوت. تمام الملف ده عبارة عن ايه؟ لو جينا نفتحه كده هنلاقيه مكتوب بكود ان الكاميرا هتبقى موجودة في الاماكن الفلانية وهكذا. طبعا ده كان لسه فاضي، خلينا نفتح تاني بعد ما نعمله. سيف سيف بس اهو. لو قلت له اوبن هيبدأ هي كل يعني كل وقفة للكاميرا بتاخد لها رقم، البوزيشن بتاعه في الزد في واللوكيشن، بوزيشن هو واقف فين، واللوكيشن هو لوك ات بيبص لفين، واقف فين وبيبص لفين. ده الفريم، والفريم التاني، الفريم التالت، الفريم الرابع، اربع فريم ورك. تمام دي الفكره. تمام وبعد كده تقدر تقول له رندر فيديو، فيبدا يعمل لك رندر للفيديو من البرنامج اللي هو النسكيب، وبيطلع رندر سريع جدا ما بياخدش وقت.
تمام، عكس لو عملت ريندر للفيديو في الريفت بياخد وقت، هنا بيبقى سريع. تمام، كأنك شغال على اليوم. تمام، يعني تقريبا هاخد له مثلا 3 دقايق 4 دقايق. طبعا محتاجين نفتح المشهد شوية وهكذا. طيب انا دوست اسكيب عشان اخرج من الامر، دوست اسكيب تاني عشان ارجع للامر عليه. بعد كده بلاقي بانوراما. بانوراما يعني ايه؟ يعني انت بتبقى واقف في اللقطة وكأنك انت شايف كل حاجة، يعني في النص كده بيعمل رندر للبانوراما بحيث ان انت بتبص حواليك بنظرة 360، بالذات بقى لما تلبس مثلا حاجة زي النظارة او كده، او تسيف الصورة دي في الموقع بتاعك بحيث اي حد عايز يلف في المبنى كله يقدر يلف، كأنك انت في شاشة السينما ومحوطك من كل الاتجاهات. يعني بص المشهد بيعمل رندر ليها كلها. اول مشهد اهوت، هو انا بدي كانسل في ربط بين ده وده، يعني كأن ده مثلا نفس البرنامج بس شاشة اخرى. فاللينسكيب من افضل الادوات اللي انت ممكن تشتغل عليها. طبعا البانوراما تبقى جميلة جدا لو انت جوه المبنى، فتبقى من جميع النواحي. هنشوف ازاي نتحكم في شكل السماء والسكاي والحاجات دي دلوقتي. ده هيطلعك اللقطة البانوراما. تمام، طيب ده هنا بتعمل مانج للابديت بالشكل دوت. طيب بعد كده انت ممكن تحط صوت، يعني مثلا ايه، اول ما تقرب من الباب ده تسمع صوت معين، اول ما تقرب من الشخص ده تلاقيه بيتكلم حاجات معينة، هنا تلاقيه مثلا بتزعق لبنتها، فتقدر تقول له انا عايز احط على الفيس وتحدد الصوت اللي انت عايزه. مثلا حددت السطح دوت، لما اقرب منه اوتوماتيك ابدا اسمع صوت، هو بيقول لي اختار ملف الويف اللي انت عايز تسمع صوت بتاعه. تمام، يعني مثلا تقرب من حمام السباحه تسمع صوت ميه، تقرب من الكهرباء تسمع حد بالكهرب وهكذا. تمام، بيقول لك بقى اختار الملف، فانت بتبدأ تختار الملف الصوت اهوت. تمام، وتعمل بقى انيبل للساوند بحيث ان انت لما تيجي هنا وتقرب من المشهد يبدأ بقى يسمعك صوت. طبعا زرار شيفت، سمعت الصوت؟ كل ما تبعد الصوت بيخف. طيب لو عملت سيلكت كده ودخلت هنا على الايديت، طيب هتلاقي في الديفولت اليفيشن، هتلاقي في الفول فوليوم ديستنس قد ايه، الزيرو فوليوم ديستنس قد ايه. يعني ممكن تقول مثلا لا ده انا عايز الصوت يبقى قليل خالص على بعد مترين مش 20 متر. طيب خلينا نبعد شويه. فبيديك ان انت تضيف صور ومؤثرات. طيب هنا الجنرال سيتنج بيقول لي كاستمايز اللوكيشن بتاعت السكرين، الانترفيس اوفرلو، الانبوت، الماوس سبيد هيبقى سرعته قد ايه، الماوس سموث قد ايه، الموفمنت سبيد سرعه الحركه بتاعتك، ممكن تعكس الاكس والواي لو انت حابب.
الديفايس لو في 3 دي تي في اعمل لها ديسيبل ولا انيبل. الاوتو ريزوليوشن طبعا خليها كل حاجه اوتو ومعموله اوتو. ده اللايسنس. الماتيريال سيلكشن هاخد انهي واحده، الابيرنس ولا الجرافيكس. ريبليس اركايف فيجن اللي هي العناصر ديت. انيبل لايف ريفت كاميرا. طيب الفيجوال سيتنج دي بقى الحاجات المهمه جدا، اللي هو دلوقتي خلينا نحط ديت مع دي. تمام، هتلاقي الستايل كل ما بتتحرك هنا. طيب محتاجين ان احنا نيجي هنا عشان نشوف المؤثرات. بص الاوتبوت هيتغير ازاي. طيب المود بتاعك وايت مثلا، كل حاجة بتعملها بتتغير في ساعتها. لايت فيو بالشكل دوت، تعمل مود معين فانت ممكن تقول له اي. الكاميرا هو يبدأ يعملها اوتو اكسبيور ولا انت تتحرك فيها. الصراحة الاوتو هو جميلة، فلو انت ليك خبرة بموضوع الكاميرا ممكن تختار حاجة خاصة بيك انت. تمام، طيب ممكن تقول له انا عايز مثلا تفتحها شوية. البروجيكشن فممكن تقول له مثلا 2 بوينت، من خلال 2 بوينت او اورثو جرافيكس يبدأ يحملها لك. الفوكس طيب انا محتاج ان انا انزل كتير. طيب هنا تبدأ تشوف هنا الايمج، هل ممكن انت بقى تتحكم في الكونسترين، تقول له مثلا عايز ازود الشادو شوية او تقلل الشادو، تفتح الصورة وتغمقها زي ما انت عايز. التشابه بتاع الالوان تبدأ تتحكم فيه. المؤثرات زي البلور مثلا، اللينس، فلير، طبعا كل لقطة بتقعد تظبط فيها لحد ما توصل لأعلى حاجة. هنا بقى المنطقة اللي حواليك دي ممكن تقول له وايت باك جراوند. تمام، لا أنا عايزها يبقى فيه زي سحب ويبقى فيه رياح وحاجات زي كده. طيب الفوق هتخلي فيه شوية ضباب كده. الشمس هتخليها تبقى فاتحة أو تغمقها. النايت سكاي اللمعان بتاعت السما بالليل مثلا. الشادو، المون سايز لو ظهر معاك في المشهد. طيب هنا الهوريزون وات جراوند سكاي بوكس مثلا، فرصة الرياح التأثيرات بتاعتها. أنا ظهر لي غابة، ممكن تقول له لأ ده أنا عايز المشهد الخارجي يبقى جبال. طب الجبال دي ممكن تعمل لها روتيشن بالشكل دوت، ممكن تعملها تاون مدينة اربن. الكلاود تبدأ بقى تتحكم في حجم الكلاود اللي موجودة، ماونت وهكذا. اللقطة نفسها بقى الريزولوشن بتاعتها عايزها قد ايه وهكذا. الايمج، الفيديو نفسها الكام فريم في الثانية، الريزولوشن بتاعتها. ففي شوية إعدادات كويسة جدا بحيث إن تطلع الصورة كما تحب. طيب ده برنامج الإسكيب، وزي ما أنت شايف هو برنامج قوي وسعره معقول. في برنامج بقى تاني اسمه توين موشن، ده اللي أنا بستخدمه لأن هو مجاني تماما. ممكن تقول له سي إن توين موشن فيبدأ ياخد لك اللقطة دي على التوين موشن.
في الاسكيب في الاسكيب خاصيتين بس هي مش متفعلة دلوقتي، المفروض تتفعل ان انت بتصدر المشهد ده كاي سي اي او كصفحة نت بحيث ان الناس تقدر تشوف الملف دوت. بس هي مش متفعلة ليه مش عارف. طيب هنا التوين موشن بيقول لك اهوت نافيجيشن مود، عايز تشتغل بالماوس زي التوين موشن ولا زي ريفت ولا 3 دي ماكس، الاختيارات نفسها ساعات بتختلف، فهو بيقول لك انت متعود تشتغل على اي حاجه تمام. لو انت متعود على الريفت اختار تمام، زي ما انت شايف هو بيعمل من البرامج كتيره جدا، فانت تبدا تشوف ايه الحاجه اللي انت متعود عليها. طيب عايزين نعمل امبورت للمشهد، ممكن نيجي هنا بقى في التوين موشن اقول له اكسبورت، عايز المشهد الحالي ولا المشهد اللي عامله سيلكت، السكتشر، الميرج، المش، والاكسبورت، الاعدادات، اقول له اكسبورت واصدر الملف ده على ان هو توين موشن فايل. طيب هنصدره فين؟ على الدي لما يخلص بيقول لي اكسبورت سكسسفول. تمام خلص هو دلوقتي. هنا في برضه حاجة بيقول لك لو العنصر صغير خالص ما تصدرهوش تمام. دي الاعداد بتاعة التصدير، ممكن اقول له اكسبورت داتا بيم، ميرج نعملها باي ماتيريال ولا باي فاميلي، هستخدم التوين موشن ماتيريال ولا الريفت ماتيريال وهكذا. الاوبتمايزيشن لو في حاجة فيها مشكلة يبدأ يصلحها وهكذا. طيب ممكن تقول له سيف اس ديفولت، سيف دي كديفولت. طيب تعالى بقى نروح للتوين موشن، هاجي هنا اقول له اعمل امبورت وبيقول لي اختار الملف بتاعك، فهقول له انا عايز الملف دوت تمام. في هنا شوية اوبشن لو انت عايز تصلح حاجة، لو التحويل لليونت وكده اقول له اوكي، هيبدا يعمل امبورت للملف. هتلاقي برنامج توين موشن برنامج مجاني، برنامج قوي جدا، فيه مؤثرات حلوه جدا، هتلاقيه بنفس سهوله وقوه اليوميون، فهتستمتع بيه ان شاء الله. اتمنى هذا. هو دلوقتي بيقرا البيانات اول مره وبعد كده يبقى سريع معاك ان شاء الله. هو كده الملف دخل، فهبدأ أبص عليه اهوت بالشكل دوت. ده الملف اهوت، فتقدر تيجي هنا وتقول له ريلوكيت تمام، وتختار ملف آخر أو تقول له أنا عايز تحمل لي الملف تاني فيعمل له امبورت من أول وجديد تمام، بحيث إن أنت تكون أنت صدرت من الريفت وعايز تعمل ابديت للملف بتاعك، فبتقول له ريلود فبيبدا يحمله لك من اول وجديد. دلوقتي هشوف ازاي اضيف الحشائش هنا، هاجي واقول له ان انا عايز اضيف الحشائش وابدا اختار بدل الشجر، اقول له انا عايز اضيف بعض الحشائش تمام. تبدا تختار النوع اللي انت عايزه، اي نوع مثلا، النوع دوت مثلا، هتسحب وتبدا تحط هنا بالشكل دوت. وعندنا الفرشة تقدر تتحكم في الحجم بتاعها وتصغرها تكبرها زي ما انت عايز تمام. قول مثلا احنا هنضيف الحشائش بالشكل دوت اهو، طبعا هتصغر انت الحاجة وتشيل، انت ممكن تعمل ريز للمنطقة دي مثلا. الحشائش برضو تقدر تعلم على العنصر دوت وتقول له مثلا لا ده انا عايز اعمل له ديليت، عايز اعمل له رينيم، عايز اعمل له ايزوليت، تقدر تتحكم فيه زي ما انت عايز للعناصر ديت، وتقدر تعمل له تطلع بيها وتنزل بيها زي ما انت عايز، تقدر تغير السكيل بتاعها، تقدر تغير كل اللي انت عايزه.
فزي ما انت شايف البرنامج ممتاز جدا، وتقدر هنا مثلا هنقدر نقول له حط لي الايمج والبانوراما والفيديو كلهم مره واحده تعملهم اكسبورت زي ما احنا شفنا المره اللي فاتت، تقول له لف لي صوره وصوره، وبعد كده بعد ما تخلص خالص سيلكت اول تمام، هتقول له ستارت اكسبورت، يبدا يصدر لك كل حاجه تمام، يبدا يصدر لك الايمج والبانوراما والفيديو والبريزنتر وكل حاجه يتصدروا مره واحده، وتقدر تبعتهم بقى للعميل بتاعك. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط في التوين موشن، وبرضه سهل جدا في اللينسكيب. طيب لو احنا عايزين دلوقتي نعمل ووك ثرو جوه حوالين المبنى مثلا او جوه المبنى زي ما احنا عايزين، هنعمل ايه؟ هتبدا تختار الفيو اللي انت عايزه مثلا بالشكل دوت تمام، وبعد كده هتيجي من هنا هتقول له ان انت عايز تعمل لوك ثرو. يبقى كده احنا معتمدين على الريفت، مش مسطر حاجه خالص. هتبدا بقى تختار اللقطه بتاعتك مثلا من هنا لهنا 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 لهنا. طيب عشان تخرج من الامر دوس اسكيب. طيب اللقطه دي كده بالشكل دوت، ممكن تدخل هنا ايديت لوك ثرو وتبدا تعدل. طيب هنا انت لو قعدت تتفرج عليها هتلاقي نفسك ان انت ماشي حول المبنى وبشايف المبنى تمام، يعني لو تروح اوبن ووك ثرو هتلاقي نفسك بشايف حاجه، وهقول له مثلا هات لي من اول فريم رقم واحد تمام. انت بتلف حول المبنى بس انت مش شايف المبنى اصلا. طب ازاي نحل الموضوع دوت؟ هنشوف مع بعض. طيب هدوس طيب هاجي هنا في منسوب الدور الارضي هنا، ده بيقول لي هتشوف لحد فين، فهزودها شويه بحيث ان انا اشوف لحد اخر المبنى. هنا هيبدا يغير لي لقطه، بدل ما انا ببص بعيد لا هاجي كده، يبقى انا كده من اول لقطه هشوف المبنى. طيب نيكست كي فريم، هنا فريم يعني اللقطه اللي بعدها على طول، لا انا عايز نيكست كي فريم، هي دي اللي اتحكم فيها اكتر، واقول له بص هنا المبنى، وبعد كده نيكست كي فريم وابص للمبنى. يبقى انت كده طول ما انت بتمشي معاك كاميرا وبتبص للمبنى. طيب نيكست كي فريم نيكست كي فريم، هتبص للمبنى. طيب انت عايز تبعد اللقطه دي شويه تمام، فهتقول له ان انا عايز اعدل في الباص، فتقدر تاخد الباص كده تعدل عليه بالشكل دوت تمام. ممكن ارجع بعد كده اقول له انا عايز الاكتف كاميرا، واقول له خلي الكاميرا بالشكل دوت. طيب بعد كده اقول له اوبن ووك ثرو وابدا اشوف الكاميرا بالشكل دوت تمام. اقول له بقى ايه، انا عايز من اول فريم رقم واحد، يبدا يجيب لك اول لقطه وتقول له بلاي، فتلاقي نفسك بتلف حوالين المبنى. تقدر تكبر دي من هنا ومن هنا ومن هنا بحيث ان انت تكبر البعد بتاع الرؤيه، وتقدر تختار ان انت عايز تشوف المبنى على هيئه كلر لو انت حابب، او على هيئه ريندر مثلا تمام. هدوس سكيب يس، واقول له هنا ان انا عايز اشوفها رياليستيك، اعلى حاجه من درجات الريندر في الووك ثرو في الريفت. طيب لو انا عايز اتحكم اكتر في موضوع الووك ثرو دوت، فانت ممكن تيجي هنا عند 300 هتلاقي ان هما توتال فريم 300، ممكن تخليهم 400 500. هنا التوتال تايم، التوتال تايم ده بناء على ايه؟ ان هو بيشوف عدد الفريمات على كام فريم في الثانيه، يعني لو خليتهم 5 فريمات في الثانيه تمام، هتلاقي الرقم هنا اختلف تمام، بقى 60. طيب هنا هو بيوزع الوقت بين مشهد لمشهد براحته، ممكن تقول له ايه شيل العلامه دي، وتبدا تشوف كل واحدة فيهم هتاخد لها كام ثانية، تبدأ تتحكم في السرعة بتاعتها، تسرع واحدة تقلل السرعة بتاعت واحدة وهكذا تمام، فتبدأ تتحكم في تسرع وتبطل حاجة تمام، بحيث ان انت لما تشوف الفيديو تمام هتقول له بلاي، هتلاقي فيه لقطات بقت سريعة وفي لقطات بقت بطيئة. طيب الموضوع ده برضو ينفع يتم جوه المبنى، يعني ينفع تخلي الووك ثرو ده جوه المبنى ماشي. خلينا ندوس طيب عايزين نعمل حاجه بقى ووك ثرو جوه المبنى، هندوس كيف عشان نخرج من الموضوع دوت. طيب طبعا الووك ثرو بيتخزن ك 3D، لو انت عايز تعمل سيلكت على دوت على الووك ثرو، لما تدخل في الدور الارضي هتلاقيه متعلم عليه بالشكل دوت. طيب لو احنا عايزين نشوف المشهد بتاعه في 3D
ده دي اللقطات بتاع الاسكيب اللي احنا طلعناها من الاسكيب او بوكس رو اوت، تمام، بحيث في اي لحظه عايز تعمل سيلكت عليها تقدر تعمل عليه سيلكت وتقدر تفتحه بشكل اوت. طيب لو انا جيت اشوفه في ال في اي لقطه من اللقطات القطاعات او اللقطات مثلا الاليفيشن، خلينا نفتح الاليفيشن، تقدر تخلي الوكس رو يطلع وينزل زي ما انت عايز. يعني انت مش ملتزم بان هو يبقى كله مثلا على ارتفاع متر، لا ممكن تخليه يطلع وينزل بحيث ان هو يجيب لك اللقطه اللي انت عايزها. هو دلوقتي انت عايز تعمل سيلكت على الوكس رو، تمام، فهتعمل سيلكت على اللقطه ديت، تمام، واجي هنا عايز بقى ادخل هنا في التعديلات بتاعت النقاط ديت، فاقول له اديت بوكس رو واقول له انا عايز اعدل الكاميرا. ممكن تعدل الكاميرا، ممكن تخليه مثلا هو هنا يبدا يبص مثلا لفوق شويه، تمام، ممكن تقول له لا ده انا عايز اعدل المكان اللي انا واقف فيه، اقول له مثلا الباص وابدا اعدل فيه بالشكل دوت، تمام، تمام، واقول له اديني اللقطه اللي بعد ديت نيكست كي فري، ماشي، ممكن تطلع بيها او تنزل بيها زي ما انت عايز، ماشي، ممكن تخلي تتحكم في الباص نفسه او في الكاميرا، فتقدر تشوف هتشوف انهي اتجاه والحاجات دي كلها فتقدر تتحكم فيه. ممكن تقول له اد كي فريم، انا عايز اضيف كي فريم مثلا في النقطه دي وتقدر تتحكم فيها، او ريموف للكي فريم فتلغي الكي فريم اللي انت عايزه. طبعا الكي فريم مفيد جدا لو انت حابب تشوف جوه المبنى، حاول تكتشف اخطاء. خلينا ندخل مثلا في الدور الارضي مثلا وعايز اضيف واحد جوه المبنى، فزي ما احنا عملنا هنيجي هنا في هنا هقول له ووك ثرو، وتبدا تعمل ووك ثرو مثلا ان انت هتمشي بقى من هنا وتطلع السلالم وتدخل جوه المبنى دوت وتدخل جوه هنا وتبدا تشوف السلم. طبعا ده لو في اي غلطه هتبدا تكتشفها بنفسك، تمام، هدوس كي الوكس رو ايدي توكس رو اوبن ووكس رو، هتبدا تكبر المشهد بتاعك عشان تشوف بشكل اقوى. فممكن لو في غلطه تلاقي مثلا في باب خبط في عمود، في باب تحت الارض، سقف فوق الارض، فهو بيتاكد لك من المعلومه دي، فتقول له افتح، تمام، بالشكل دوت اهو، واقول له ان انا عايز اشوف المشهد بالشكل دوت، وتقدر تعدل طريقه الرؤيه والحاجات دي. وزي ما قلنا تقدر تطلع وتنزل زي ما انت عايز. كده انت ماشي جوه المبنى، فلو في اي حاجه غلط يعني ممكن تلاقي حاجه نازله من السيلينج، حاجه كذا، ممكن تلاقي في مواسير ميه خارجه وهكذا، يعني ساعات بتحصل مشاكل. فالوكس روم من ضمن الحاجات اللي تتاكد منها من جوده شغل. طيب بعد ما خلصت بتيجي هنا وتقول له ان انا عايز اعمل اكسبورت للوكس رو دوت، ووكس رو تختار بقى كل الفريمات، ولا انت عايز من فريم كذا للفريم كذا، الفريمات بتاعك عايز تعمل فيجوال ستايل ولا هيدن لاين ولا شيدد ورياليستيك، الابعاد بتاعتك من كام لكام، طب الزوم عايز تقرب ولا بعد ولا اكشوال سايز خليها 100%، تايم اند ديت هيبدا يكتب لك الوقت هنا، تمام. فدي من ضمن الحاجات المفيده جدا ومش مجرد منظر، لا يعني بيعمل عليها تشيك للشغل بتاعنا.